أما في الجانب العسكري فلا بد من دمج كل قوات الحركات المسلحة في الجيش. كما الشعب واحد، جيش واحد، شعب واحد، جيش واحد، شعب واحد، جيش واحد، شعب واحد. الجيش قبال العيش، الجيش قبال العيش. فلا بد من دمج كل قوات الحركات المسلحة في الجيش كما متفق عليه في الترتيبات الأمنية في اتفاقية سلام جوبا، ودمج قوات الدعم السريع في الرحم المبارك الذي ولدت فيه سابقا. فليس هنالك دولة ديمقراطية حديثة محترمة بها جيشان، فلتأسيس دولة حديثة فلا بد من جيش واحد مستقل قومي قوي خاضع لسلطة الدولة الديمقراطية السياسية الموجودة. أما التهديد والتكسب السياسي والشخصي والاقتصادي بفهم امتلاك جيش فهذا قد يؤدي لانهيار كيان الدولة السودانية. وأؤكد لكم هنا إن قواتكم المسلحة غادرة على بسط الأمن، غادرة على بسط الأمن والسيطرة على أي أعمال متفلتة وغير مسؤولة لا قدر الله.